شهد محافظ كفر الشيخ فعاليات المبادرة الرئاسية التمكين الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان. قال المحافظ إنه تم تسليم 10 أكشاك و65 قرضا حسنا للأسر الأكثر احتياجا في مراكز ومدن المحافظة، مشيدا بدور مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الآلي التنموي. طبعا احنا في بروتوكول بيننا وبين حياه كريمه ب 60 مليون للتمكين الاقتصادي، والنهارده ان شاء الله احنا موجودين في محافظه كفر الشيخ عشان سلمنا النهارده 65 مشروع تمكين اقتصادي بالاضافه الى 10 اكشاك، وهنوزع كميه من اللحوم ان شاء الله يكون في حدود 4 طن لحوم، وهنوزع 30 مواد غذائيه على اهالينا في كفر الشيخ اللي موجودين ان شاء الله. بشكر كل الناس اللي وقفوا جنبنا لان هم ساعدونا بجد، وقفوا جنبنا لان احنا كنا محتاجين دعم زي ده، زي كشك يقف حاجه تساعدنا ان احنا نقف على رجلينا. بشكر السيد المحافظ وبشكر السيد الرئيس السيسي وبقول لهم الشاكرين على المساعده اللي انت ساعدتها لنا. توجه بالشكر لسياده الرئيس وكل العاملين على هذا المشروع العظيم، وجزاكم الله كل خير. طبعا بنشكر الرئيس وبنشكر مؤسسه حياه كريمه، بنشكر الرئيس على مجهوداته العظيمه اللي هو قايم بالمجهودات العظيمه، مؤسسه حياه كريمه اللي بتساعد الناس الفقراء والناس الغلابه في توصيل المياه وغيره، وجايب تروكسيدات للناس الكثيره، وبرضه ما شاء الله بيساعد الناس الفقراء والغلابه، غير ان هو بيساعد المشروعات الصغيره اصحاب المشاريع الصغيره. طبعا لو عايزين قروض بياخدوا قروض حاجات برضو بينمي المشاريع الصغيره. شكرا لمؤسسه حياه كريمه وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي. نشكر المؤسسه، بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنشكر كل واحد وقف جنب الناس والغلابه، وده مشروع بسيط بس بيفتح منه بيت واسره كامله بتصرف منه، كتر خيرهم، ونشكر كل واحد وقف جنبنا.